الله وبركاته، معكم مركز سمارت. اليوم جايبكم فيديو جديد واللي هو عن كذا. ايش في هذا؟ دقيقة شوي خليني اشوف سالفته. Hey partner, how you doing, buddy? Oh. Okay. You? Well, you got the one leg. Been standing here since about 1870 and slowly starving to death. Sorry I asked. Ah, don't worry about it. Hey, say, you a Yankee? I'm not sure. You know, there was a fella I used to see with you a few years back. He was tall and a moody face. Yeah, Arthur. He died, I'm afraid. Well, I'm sorry to hear it. He saved my life. Is that so? He didn't always seem the type. No. Okay, شباب شايفين اللي قاعد اشوفه انا؟ مسكين. قعد. لما قلنا الخبر ان ارثر مات. قعد زعل. يا الله. انا شفته بارثر قبل ذا اذكر. سواله شيء. سواله مساعدة ساعدة. اوكي هذا مسكين بعده قاعد. اوكي راح ننام ونرجع له مرة ثانية. اوكي اللي كان هنا ما ادري وين راح. شكله خلاص مشى. بعد ما سمع الخبر حق ارثر زعل. احنا زعلانين اصلا بعد. في مكانه اللي هو في البقالة اللي فرودز. البقالة اللي فرودز هنا. فمثل ما تشوفوا ونشوفكم في فيديوهات جاية يا شباب. وكان معكم اركين سمارت وفي امان الله.